دام قال تقول في غلط. اذا عندكم منظومه فكريه خاطئه، هذا الذي اقوله. انا ما اقول شيء، اقول انتم عقيدتكم غلط. تعال، انا والله انا نصحك انه تعال الى المدرسه الطيبه، مدرسه شوف شوف انا اقرا لك من مدرسه محا. شوف خلينا من ابن تيميه، خلينا شوف هذا كتاب الصحيفه السجاديه. شوف الامام السجاد اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام شنو يعلمون الناس. الله يبارك فيك، شوف شو يعلمون الناس. انظر ماذا يعلمون الناس، ماذا يعلمون الناس. اسمع يا اخي، اسمع يا اخي ماذا يقول الامام السجاد عليه السلام. يقول الهي، اسمع دعاء الامام السجاد، وهذا امامكم اخواني من كتاب الصحيفه السجاديه على الشاشه. يقول يا فارج الهم وكارب الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صلي على محمد وآل محمد، وافرج همي واكشف غمي، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعصمني وطهرني واذهب ببليتي. اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه، سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرك يا ذا الجلال والإكرام. أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا من تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. اللهم صل على محمد. من هذه الكلمات يا أخو إيش جابنا على ابن تيمية، جابنا على البخاري؟ هذه كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا أوصف لك الإمام السجاد عليه السلام كيف يصف القرآن الكريم، كيف يصف الاعتراف بالذنب، كيف يصف هذا من الدعاء في التوبة، كيف يصف. يا أخي احنا فارقنا أهل البيت يا أخونا أبو محمد، تركنا كتب أهل البيت، تمسكنا بابن تيمية، تمسكنا بالبخاري، تمسكنا بمسلم، وتركنا كتب محمد وآل محمد. هذه الصحيفة السجادية تقرأ منها نفسك تطمئن، قبل النوم تقرأ دعاء أنه دعاء أنه الله يجنبك أنت وعائلتك الشرر. كلمات ما يستطيع أي إنسان. شوف هذه هذا الكلام إذا جبت لي ورقة واحدة كتبها غير أهل البيت، يعني أبو بكر، عمر، عثمان، هؤلاء ما يستطيعون أن يكتب. هذا كله عند محمد وآل محمد يا أخوي، بس إحنا ضيعناهم للأسف كسنة. الله يبارك يا حبيبي يا شيخ وعد. ما قريت الخطبة أبو بكر؟ يعني كانك ما قد قريتها يعني. يا الله، عنده خطبة يا الله. دنيا بسرعة 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 قبل ما يفوتنا، خلي أسجل. شو اسم الكتاب؟ طيب اسمع، أنا أتمنى الخطبة السجادية هذه الأخوان اللي في البث، الأخوان خاصة الشيعة، السب وما السب. شوف أنت أقرأ الكومنتس عندك في التيك توك، يعني أتمنى أنهم يتمسكون بالأشياء هذه ويفكون اللي يفكون الموضوع. اما هذا يتكلم هذا عائشه وهذا لا 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 ما لنا علاقه. اسمع، انا اريد منك الان، قريت لك من السجاد عليه السلام وراح اقرا لك من الامام، اريدك تجيب لي هاي الخطبه مال ابو بكر وحده فدوه. اروح لك، صار لي 20 سنه ادور، 20 سنه صار لي ادور، اريدك ترشد. اعطيني اياها بل ابشر عيوني. يلا رحم الله، اعطيني دقيقه لان موجوده عندي في الجوال الثاني. ان شاء الله انا منتظرك. حي الله السيد ميثم، احنا منتظرك. حي الله سمحت السيد ميثم حجينا العزيز، بس خلي الاخ ينتظر ارجوك حجينا. اي هو يسمع، تفضل ويسمعك، يدور على الخطبه. سيد اخونا العزيز الله يبارك فيك، تسمعني؟ خذ الخطبه. يقول لك تكلم ابو بكر رضي الله عنه بعد ان بايعه الناس بالخلافه، فحمد الله واثنى عليه بالذي هو اهلا، ثم قال: اما بعد ايها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوما الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عماهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هاي شنو هاي؟ طيب بس هاي هذا اللي هاي أنا أقدر أسوي أزيد منها. الآن أرتجل وحدة
شنو؟ لا يا أخي، لا يا أقول لك أخي. بس لحظة لحظة لحظة، خل أخدمك لحظة، خل أخدمك يا شيخ، خل أخدمك يعني خل أخدمك تطعن في رموز السنة يا لا يا الخلفاء، خل أخدمك، خل نحلل الخطبة. لحظة، تفضل سيدنا تفضل. أولا الخطبة في الطبقات الكبرى لابن سعد نفس ما ذكرته، بس في إضافة بسيطة أنت ما ذكرتها، يمكن المكان اللي نقلت من عنده بتر هذه الكلمة. نعم نعم. يقول أبو بكر: فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، والله لو وددت أن بعضكم كفانيه، ألا وإنكم كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أقم به. كان رسول الله صلى الله عليه وآله عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به، ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحدكم، فراعوني، فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وأن رأيتموني زغت فقوموني، واعلموا إن لي شيطانا يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أوثر في إشعاركم وإبشاركم. شوف أخي العزيز، أبو بكر يعترف أنه ليس أفضل واحد في هذه الأمة، هنالك من هو خير منه. وليت عليكم ولست بخيركم، طيب ليش ما تركت خيره يتولى إذا كان هنالك أفضل منك يدير الخلافة؟ هذه أول يا أخي. النقطة الثانية، هو يقول إن لي شيطانا يعتريني، الاعتراء الإصابة بشدة. نقول: ما راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، واضح إن لي شيطانا يعتريني. زين، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أخونا العزيز، كلام عادي، لا في بلاغة لا في غير لا في الأمور هذه. طيب إذا اعتراه الشيطان كيف يستطيع أن يدير حكم؟ ربما يكون هذا الحكم شيطانيا. وين هذا الفرق؟ وين أين هذا حبيبي. أين هذا من الذين عصمهم الله تبارك وتعالى؟ أين هذا من علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن معي، وقال: تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترق. ما يفارق القرآن، لا يمكن أن ينظر الشيطان، لأنه لو ضره الشيطان لفارق القرآن. النبي يقول: ما يفارق القرآن.